في تجهيزات كتيره بتتم او بيتم العمل عليها بمناسبه عيد الاضحى المبارك، وطبعا عيد الاضحى يعني عيد اللحمه، عشان كده وزاره الزراعه اعلنت عن توفير اللحوم بتخفيضات بتصل ل 40%، وهيتم طرحها في معرض خير مزارعنا بجانب 300 منفذ بيع على مستوى الجمهوريه، ده كمان بالاضافه للسلع الغذائيه اللي بيتم توفيرها بسعر منخفض للمواطنين. كل سنه وانتم طيبين. احنا النهارده بنتكلم على توفير اللحوم في منافذ بيع وزارة الزراعة. أنا عارف إن في أكتر من وزارة بتشتغل في هذه القصة، مش وزارة الزراعة بس، في منافذ بيع أمان بتشتغل، في المنافذ الخاصة بالقوات المسلحة بتشتغل، في المنافذ الخاصة أيضا بوزارة التموين. كل منفذ من هذه المنافذ الحكومية بيعمل على توفير أسعار اللحوم بشكل يعني مناسب للمواطن المصري. خليني أقول إن ده كمان يا مصطفى من الحاجات المهمة قوي عشان نتصدى يمكن لجشع التجار اللي احنا بنشوف كتير قوي في هذا التوقيت من العام بالتحديد، موسم ارتفاع كبير جدا في أسعار اللحوم، يمكن ارتفاع غير مفهوم، يعني بنصل لأرقام احنا ما بنبقاش فاهمين ليه بيحصل كده. فالنهارده لما بنعمل منافذ للبيع بتصل فيها التخفيضات ل 40%، فهو رقم كبير بيصل بقى لمستحقيه. وهنا دايما لما كنا بنتكلم حتى على دعم الخبز من شويه، احنا بنتكلم على ايصال دايما الدعم للمستحقين. 40% خصومات، ده رقم كبير. خلينا نعرف تفاصيل اللحوم المدعمه. على الهاتف معنا الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعه. بنرحب معاك يا فندم، بنرحب بيك يا فندم معانا في صباح الخير يا مصر. وبالتاكيد في تجهيزات كتيره جدا قامت بها وزارتكم علشان نطرح كمية كبيرة من اللحوم، عملتوا ايه وازاي هتطرحوها في منافذ البيع؟ دكتور سعيد. اهلا يا فندم على حضرتك، واهلا على الاخوة في الاستوديو، واهلا بشعب مصر العظيم. كل سنة وحضرتك طيب وبألف خير. مصر كلها. التخفيضات يا فندم بتصل ل 40%. انا عايز اقول ان مبادرة خير مزارعنا لاهالينا، هذه المبادرة التي ولدت على يد الاستاذ السيد القصير وزير الزراعة منذ حوالي 4 سنوات، كانت بادئة حوالي 60 منفذ ثابت، كان لا يوجد لدينا سيارات متحركة أو منافذ متحركة، لم يكن في نيتنا وقتها أن إنشاء معارض كبرى. النهاردة بعد مضي 4 سنوات من عمر هذه المبادرة، عندنا 274 منفذ ثابت على مستوى الجمهورية، عندنا 33 منفذ متحرك بيجوب المحافظات وينتشر في الأماكن ذات الكثافة السكانية المرتفعة بالتنسيق مع السادة المحافظين. عندنا النهاردة أكبر معرض مقام من منتصف فبراير حتى اليوم، بيتسع لأكثر من 50 جناح، بيعرض 200 سلعة بتخفيضات تبدأ من 20% وبتصل إلى حوالي 50%. والحمد لله بالأمس امبارح كان إقبال رهيب جدا 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 من المواطنين، طوابير لشراء السلع والمنتجات ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية تقل عن الأسواق المثيلة. عندنا كل السلع الاستراتيجيه او الاساسيه اللي بيطلبها المواطن موجوده في تخفيضات زي ما قلت من 20 ل 50%، وعندنا ايضا السلع التكميليه 200 سلعه يحتويها المعرض والمنافذ الثابته والمنافذ المتحركه. عندنا مثلا على سبيل المثال من السلع الاستراتيجيه او المهمه تحتاجها المواطن، السكر مثلا ب 27، الارز ب 27، الطماطم ب 5، الخيار ب 10 جنيه، البصل ب 9 جنيه. دي كمان موجودة في المنافذ يا فندم؟ في المنافذ كلها، بما ان مواعيد اللحمة زي ما قلتي، عندنا اللحمة المذبوحة، كيلو اللحمة المذبوحة ب 250 جنيه، كيلو الكبدة 240 جنيه، كيلو الكفتة ب 240 جنيه. عندنا أيضا رؤوس حية موجودة لمن يريد من المواطنين ان هو يعمل أضحية. كل سنة وشعب مصر بخير. عندنا شوادر منتشرة على مستوى في نقاط على مستوى الجمهورية عشان تقدر تغطي أكبر عدد من الجمهورية تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس بهذا الخصوص، وهي إن احنا نقيم نقاط اتصال أو هبات معينة نستطيع من خلالها نحن نصل بالخدمة أو بالدعم والمساندة لكل أهالينا على مستوى كل مصر كلها. فلدينا أكثر من نقطة لبيع الرؤوس الحية وبأسعار تنافسية عن بره، ووزارة الزراعة حريصة بشكل مستمر على القيام بدورها الايجابي اتجاه المواطن، وزاره الزراعه حريصه على تقديم الدعم والمسانده بشكل واضح وبشكل ملموس بشكل حقيقي، وزاره الزراعه حريصه على تقديم هذا ان تكون السلع المقدمه للمواطنين بجوده عاليه وباسعار تنافسيه، كمان الرقابه والحوكمه على كل انواع السلع من لحوم ودواجن وبيض وخلافه. الحمد لله استطعنا في خلال فتره وجيزه ان احنا ننال رضاء المواطن، ومستمرين في هذا السبيل تنفيذ توجيهات فخامه الرئيس وتنفيذ تعليمات معالي الوزير المستمره في هذا الشان.
طيب خلينا نتكلم عن المنافذ نفسها، اي المحافظات اللي بيتم فيها توفير المنافذ وبتكون فين؟ هل في اماكن معينه؟ وبالنسبه للقاهره ايضا موجوده فين يا فندم؟ احنا عندنا زي ما قلت 274 منفذ ثابت موجودين في مقرات مديريات الزراعه في المحافظات، موجودين في مقرات الطب البيطري في المحافظات، في مقرات الاصلاح الزراعي في المحافظات، موجودين ايضا في بعض مقرات المحطات البحثيه التابعه لوزاره الزراعه، موجودين ايضا في بعض مواقع الزراعات المحميه الموجوده في المحافظات، موجودين ايضا في بعض منشات جهاز التنميه الشامله الموجود في المحافظات. الحمد لله انا عندي منافذ في مرسى علم، عندي منافذ في شلاتين، عندي منافذ في اسوان، عندي منافذ في الصعيد، عندي منافذ في الدلتا. الحمد لله 274 منفذ منتشرين على مستوى الجمهوريه، وان شاء الله وفقا لتوجيهات معالي الوزير نصل بهذا العدد الى 300 منفذ مع نهايه هذا العام. عندنا كمان 33 منفذ متحرك بينتشروا في المناطق اللي احنا مش موجودين فيها. صحيح. منافذنا الثابته نستطيع ان نقدم خدمات بالتاكيد حوالي بالتاكيد جهود مميزه بتقوم بها وزاره الزراعه وعدد كبير ايضا من الوزارات من اجل توفير لحوم عيد الاضحى باسعار مناسبه للمواطنين 40% اعتقد انه خصم كبير، وزاره الزراعه بتقدمه، واعتقد في برضه منافذ امان التابعه لوزاره الداخليه، المنافذ التابعه للقوات المسلحه، جهود حكوميه كتير في هذا الصدد. بنشكرك دكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعه، شكرا جزيلا لحضرتك.